السيد عدا محمد زايد 12/10/71 بوادي الأبطال بدوار برج ميلي، وعطاوني من 99 عاطيني 70%، ومن راه في 25 سنة ولا في 30 سنة، السن راني كبير ومانيش لا جا من نتحرك، وأنا إنسان معاق. وعلى كل حال دروك نورمالمون تكون ربما تكون 90%، وذاك نتمشى قدامك. شوف رانا طابين من المحسنين يعاونونا، يجيبونا دي دراجه ناريه. هذه الدراجه الناريه عندي انا، دوك الناس راهي ظل تدمر نهار تيسنس، لا نهار كلش المهم ما راهش باقي فيها، دينها للصنعه. قال لك اودي هذه ما تصنعش، وينكم تعاونونا؟ والمدير تاع لا طاس فين يشوفينا؟ وهذه السكنه فين كيما راكم تشوفوا راهي من 2018، راه كيما درنا هذه البيليات راهم قاعدين. وعندي ملحق من هذه تاع 700 700 الف ما تكفيش، وعندي زوج بنات يقراو. راكم تشوفوا شو الحالة تاعي، كي راني داير ما نقدرش نمشي. والموطو هذه لو كان عندي واحد زوج كيلومتر ولا 3 كيلومتر من الفيلاج، كي تخطيني من الموطو انا ما نجمش نتحرك. انا لازم نروح نجيبو لك شويه خضره، ولا نبغي ندور، ولا نروح للطبيب، ولا السيد رئيس البلديه، ولا شاف دايره يجوا يشوفوا لي الحاله تاعنا كي راني داير. قال لك شوف راني انا معوق، وراني ولد ابطال، كاع الناس تعرفني. عملنا في هذا السكنه تشوف هذه محلوله من دي محلوله منا، راك تشوف راكم تشوفوا فيها راه يصرع لك، يبغى انكم تستروها وربي يستركم ان شاء الله. ولا كاش محسن فاني بيعاوننا فاني جازيه خير ان شاء الله. رانا مغبونين والله الا رانا مغبونين. هذاك انا ماني اللي نجم نتحرك، 700 هذه ما تكفيش، زوج بنات يقراو، ما لا غربة ولا ما فيها الضوء، فيها الماء، فيها كلش. نبغى انكم تعاونونا وتشوفونا فاني كاش موطو جديده، موطو جديده راهم جديد راهم كاينين خارجين. نبغى انكم تعاونونا، هذه راه من الاونسيا، هذه لا واحد الناس جابوها هنا من 2011، من 2000 لا غلبة ما سيطابت ما لجمتش ما فيهاش الصنعة خلاص.